أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعكم. توقعات برج الحمل السبت 27 مارس 2021. كل فرد يعي جيدا أنه لا يوجد شيء على وجه الكرة الأرضية يمكن أن يمنعك من اتخاذ قرار ما أو القيام بشيء ما. إذا كان الجميع بجانبك ويؤيدك، ستشعر بأنك أقوى شخص في هذا العالم. قد تكون بحاجة إلى مساعدة من حولك. عاطفيا، اليوم حركة الكواكب تجعل حالتك العاطفية صاخبة وحافلة، وهذا يجعلك في مزاج دفاعي قد لا يكون ملائما مع الحب. حاول أن تتواصل مع الشريك بأسلوب أقل عدوانية. مهنيا، تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك، وتبدو ثابتا في مواقفك ومغامرا ومتشبتا بآرائك مهما تعرض للضغوط والمضايقة. صحيا، المعدة هي بيت الداء. غالبية مشاكلك الصحية تأتي بسبب معدتك. حاول أن تعيد النظر في أسلوب حياتك ونظامك الغذائي، وتنتبه إلى أنك لا تشرب ما يكفي من الماء. توقعات خاصة للرجل: لا يمكن لأي إنسان أن يسير وحده في الحياة. اعلم أن الاعتماد على الآخرين هو أمر أساسي، خاصة عائلتك وأقرب الناس إليك، لكن في نفس الوقت يجب أن تعرف أنك يجب أن تصل إلى مرحلة تتمكن فيها من الاستقلال التام والاعتماد على نفسك في أغلب الأمور الحياتية. توقعات خاصة للمرأة: التخطيط والالتزام بالخطة مهم. كوني ذكية بقدر الإمكان ولا تقفزي بعيدا عن تلك الدقة. الانضباط هي وسيلتك المثالية لإنجاز مهامك اليومي. برجك اليوم ينصحك بالتركيز جيدا واللعب بأوراق صحيحة. يمكنك إنجاز العديد من المهام في وقت واحد إذا منعت نفسك من الانخراط بالتفاصيل التي لا جدوى لها. لا تسمحي لأي شيء أو شخص بتشتيتك. إن كنت مرتبطة أنت وشريكك مختلفين في نقطة ما، فاليوم عليك أخذ المبادرة. ابدأي بمحادثة صريحة معهم.